وهي جماعة لا تؤدي إلى تأصيل دولة، بل تقود معارك وتمارس السياسة كعملية عنيفة. خيارات المقاومة وإلى أين وصلت المقاومة سوف تنتهي بجيش، لكن هذا الجيش إذا لم يقف المجتمع بشكل عام لسلامة بناء هذا الجيش وتراتبه، قد نشاهد أيضا انتفاضات بحجة هذا الجيش وما يحدث في تعز الآن من قبل بعض الأطراف التي قد تستغل هذه العملية بهدف إسقاط الصورة الذهنية للجيش. فترة التي نحن فيها لا تحمل أخطاء، ومن ارتكب خطأ عليه أن يتحمل مسؤوليته، وهذه المسألة تقتضي أن لا يتوارى الشارع جانبا خوفا من الرصاص. كان الناس يواجهون الرصاص بهدف تعطيل القوة، اليوم علينا أيضا مواجهة رصاص الطرفين، رصاص كل الأطراف مع الأسف الشديد، من أجل أن لا يكون القادم قائما على منهج القوة وإنما قائم على منهج احترام المواطن. لعبت المرأة اليمنية دورا مشرفا في ثورة 11 فبراير، ولا زالت تناضل في كثير من الجبهات، سواء على مستوى الجبهة السياسية أو الثورية أو المجتمعية أو العلمية أو حتى الجبهة الحقوقية. وتحملت المرأة اليمنية أبشع الظروف التي من الممكن أن يمر بها الإنسان في تاريخ السلم أو الحرب، من قتل ودمار ومجاعة وأيضا نزوح وتهجير منذ ثورة 11 فبراير 2011 وحتى يومنا هذا. ومع ذلك كانت هي الرقم الصعب الصامد أمام الطغيان والفساد، وخرجت المرأة اليمنية وتظاهرت في جميع ساحات اليمن ورفعت شعارات الثورة مع إصرارها التام على استكمال أهداف ثورة 11 فبراير وتثبيت هوية الوطن ودولة المؤسسات التي ينشدها جميع اليمنيين، كما حتى تكتمل للثورة معناها وأيضا تحقق جميع أهدافها. خطت المرأة اليمنية في ثورة 11 فبراير تجربة جديدة فريدة من نوعها، أذهلت العالم بتضحياتها وصمودها، فقد كان لها حضورها المؤثر الذي جعل للساحات النضال مذاقها النضالي الخاص، رغم محاولات التشويه التي كانت تنظم ضد هذه المرأة التي أثبتت صمودها. والمرأة ومنذ ثورة 11 فبراير تتعرض لقذائف القتل والموت والدمار حتى داخل منزلها، وتعرضت للتشريد والنزوح والقتل والاختطاف أو اختطاف زوجها وأبنائها أو أقاربها، ومع ذلك ظلت صامدة تدعم الساحات والجبهات بالمال والطعام وتعمل على تشجيع أبنائها للالتحاق بساحات النضال السلمي. من الأدوار التي لعبتها المرأة داخل ساحات التغيير سواء في مختلف محافظات الجمهورية، كانت المرأة هي الطبيبة والممرضة والساندة، بالإضافة إلى أعمال نقل الأدوية إلى ساحات التغيير. كانت سندت إليها مهام الطعام وأيضا سقي الماء. كانت المرأة من المرابطات داخل الساحات، كانت ثائرة وشاركت في العديد من المسيرات، كان لها دورا مهما في الإعلام ونقل الحقيقة. برزت في الثورة كأحد صاحبات الفكر السياسي، كانت المرأة مساندة وداعمة لساحات الحرية والتغيير، وكما كانت حريصة أيضا على أمن الساحات في عموم الجمهورية. كانت المرأة هي الإعلامية والحقوقية والراصدة، وعملت على توثيق ورصد جميع الانتهاكات التي حدثت داخل الساحات وخارجها. تحملت المرأة اليمنية عبء المنزل والمجتمع، عملت على تغطية ضعف الرجل في تلك الفترة ومحاولات تقويض دوره داخل المجتمع. شاركت في تأسيس العديد من التكتلات والحركات والمجالس الثورية والائتلافات، فقد كانت المرأة تقود بعض هذه التكتلات، بالإضافة إلى أنها تشارك بشكل طوعي في أنشطة البعض الآخر. كانت هي الشهيدة، يعني احنا كلنا نعرف انه في 11 فبراير سقطت كثير من شهداء في 11 فبراير، فكانت هي الشهيدة وهي الجريحة. قدمت زوجها والزوج والابن والاخ، كانت هي المختطفة والمعتقلة ان لم تكن هي اما للمختطف او المعتقل او زوجته. تحملت عبء تربية الاطفال وتحملت مسؤولية اسرتها، كانت وما زالت هي العائل والحامي والمربي. تعرضت المرأة خلال ثورة 11 فبراير للضرب بأعقاب البنادق من القوات العسكرية التي نزلت إلى الشارع، بالإضافة إلى أنها تعرضت للسب والشتم والإهانات. كان لدينا العديد من الضحايا من النساء في ثورة 11 فبراير
بلغ عدد الضحايا من النساء في ثورة 11 فبراير 17 شهيدة و32 جريحة. هذا في تعز فقط كان معنا 32 جريحة بالإضافة إلى 17 شهيدة في محافظة تعز. برزت شخصيات بارزة على مستوى الجمهورية وأيضا على مستوى اليمن، والقائمة طويلة بأسماء النساء، لكن كان أبرز هذه الشخصيات هي توكل كرمان وبشرى المقطري. بالإضافة إلى ما بعد الثورة، استطاعت المرأة اليمنية بعد ثورة 11 فبراير أن تتواجد في التيارات الثورية والسياسية والحقوقية. كانت حاضرة في العديد من اللجان والمؤتمرات الوطنية، حيث أنها شاركت مع أخيها الرجل في مؤتمر الحوار الوطني وفي لجان صياغة الدستور، وأيضا ها هي اليوم حاضرة وبقوة في الميادين وكافة الجبهات. هذا الدور الذي لعبته المرأة اليمنية خلال ثورة 11 فبراير، وما زالت تستطيع أن تلعب أدوارا كثيرة وعديدة. استطاعت بعد ثورة 11 فبراير أن تحطم الكثير من القيود، واستطاعت أن تذهل العالم بصمودها، وما زالت حتى اليوم قادرة أن تقدم الكثير والكثير. الثورة المضادة ظاهرة ليست فريدة، هي تنشأ مع فعالية الثورة، لها فلسفتها الخاصة في تقويض مسار التعبير السلمي الذي ينشده الثوار. مع الأستاذ أحمد الفنان في ورقته الثورة، الثورة المضادة، ثورة 11 فبراير فهي فعل جديد خرج من رحم الشعوب العربية والشعب اليمني، ومثل عبارة عن شلال متدفق. هذا الشلال سيستمر ولن يتوقف حتى يصل المدى ويحقق كل الأهداف والأحلام. جوهر هذه الثورة إذن هي قوة الشعب، ولم تكن الثورة 11 فبراير منفصلة عن ما قبل أو وليدة بنت لحظتها، وإنما كان كما قال الأستاذ عبارة عن تراكمات للنضال القديم، عن تراكمات الكلمة، عن تراكمات الوعي، وعن تراكمات الظلم. الهدف العام من كل الثورات والإصلاحات هو هدف واحد، وبعدها في أهداف ثانوية. هذا الهدف هو الدولة، هو بناء الدولة التي افتقدناها منذ مئات السنين، وهي مشكلتنا. هذا الهدف هو حل إشكالية الحكم بالغلبة، حكم بالسلطة، حكم بالقوة. ولهذا جاءت ثورة 11 فبراير بجوهرها بوسيلتها مختلفة، اتخذت السلمية وسيلة. وسائل القوى المستبدة هي القوة العسكرية، وهذه كانت قد تمكنت منها الدكتاتورية وتربتها ودربت بالمال والسلاح والجيش، ووضعت الشعب ضعيف جدا أمام القوة العسكرية. وأي وسيلة للحكم هو عن طريق السيف وليس عن طريق الشعب وليس عن طريق السلم. جاءت وسيلة السلمية كقوة للشعب، إذن السلمية هي قوة أساسية للشعب، القوة الفاعلة التي أربكت الجميع والتي يجب أن تستمر، لأن بناء الدولة ليست لن يأتي فجأة ولن يتم بلحظة، وإنما سيتم بمراحل. سيتم بناء الدولة يا إخوة ليس نظام ولا شخص ولا حزب، هو قيم، هو ثقافة، ثقافة في الأحزاب وثقافة بالجماعات والكيانات وثقافة بالفرد. الفرد الذي يجب أن يعرف ما أن الدولة هي قيم داخل الفرد، قيم القبول بالآخر، بالشراكة الوطنية، الدفاع عن المصلحة العامة، الدفاع عن الآخر، هي البعد عن المناكفات الشخصية والصغيرة. إذن أمامنا مشوار طويل من التغيير يبدأ بقيم الفرد وثقافة الفرد والمجتمع. هذه الثورة طبعا الآخر أو الكثير يقول هل نجحت الثورة أم فشلت؟ وهو سؤال صعب. إذا سألنا سؤال هل فشلت أم نجحت ثورة فبراير؟ ها؟ طبعا إذا نظرنا إلى القضية بأنها يعني قضية آنية فهي فشلت، إذا هي قضية وقتية. لكن إذا كان القضية عميقة وثقافة فهي نجحت. أولا نجحت بإيجاد قوة المجتمع. نحن يجب أن نحرص على قوة المجتمع الذي أوجدتها 11 فبراير، وأن نحرص عن الآخر، لأنه لا قوة بدون ما نعتبر أن الآخر الوطني هو قوة، وأن تتشابك الأيدي والأرواح والمصالح. إذا قوة المجتمع نجحت في فرض قوة المجتمع، وهذا شيء مهم. الثاني العملي
استطاعت ثورة 11 فبراير أن تسقط رأس النظام. هذا نجاح، أسقط علي عبد الله صالح، أسقط نظام ولو بقت الذل العميقة. أيضا نجحت ثورة 11 فبراير بإزالة شرعية النظام تماما بانتخابات رئيس الجمهورية، وهذا نجاح لثورة 11 فبراير. وهو الإسقاط الرسمي، انتخاب 21 سبتمبر هو الإسقاط الرسمي لشرعية علي عبد الله صالح، وهذا الذي كان يتهرب منه. هناك أيضا نجاح لثورة 11 فبراير وهو المشي خطوات وإنجاز مفرقات الحوار وإيجاد قاعدة للدولة الاتحادية. الآن اتجهت اليمن إلى الدولة الاتحادية والدستور ومفرقات الحوار، ولا مرجع، المسألة مسألة وقت ولا بد من النضال. لكن هناك كان مفردة لقوة ثورة 11 فبراير وهو تحديد توحيد الهدف، لأن ثورة الشعب هي مش ثورة حزب ولا قوة. عندما كان يعمل ثورة شخص أو حزب بالسلاح كان قائد واحد والجنود واحد سهل، لكن الشعب عدة كيانات. ولهذا كان من إبداع وعبقرية ثورة 11 فبراير وحدة هدف. ما هو الهدف هذا؟ بالشعار الشعب يريد إسقاط النظام. طيب تعالوا نتحاور، تعالوا كذا إسقاط النظام ارحل. طيب تعالوا نتحاور، تعالوا نعمل حروب، تعالوا نتقاسم. لا يكفي التقاسم والمساومة، قد سبقت ثورة 11 فبراير وكانت مقدمات أساسية لثورة 11 فبراير. لأنه هناك كان في عند اليمنيين يختلف حتى عند بقية الشعوب، هناك ما يسمى بالحراك السياسي. اللقاء المشترك كان مقدمة أساسية لثورة 11 فبراير والإصلاح النظام الأساسي، وحدة اللقاء المشترك، وصول إلى وحدة إيش؟ الهدف من ثورة 11 فبراير. الحركات السياسية، النضال السياسي، انتخابات الرئاسة في 2006 من أهم محطات الثورة. هذه كانت ثورة بحد ذاتها ثورة، ولهذا نعتبر فيصل بن سلمان أحد رموز ثورة 11 فبراير، بل نعتبر ذلك الانتخاب هو المسمار الأول لنعش علي عبد الله صالح. وبعدها جرت محاولات لإصلاح النظام، كان هدف الساسة إصلاح النظام عن طريق الحوار، وهذا عبث. الرجل قال عمل قدور وجيش، قال لك من أنا أبني هذا؟ أسلمه بطبق من ذهب؟ كان دائما يقول كذا، أسلم السلطة بطبق من ذهب للشعب؟ مش معقول هالكلام هذا. ولهذا قالت كان في حوارات، من ضمن الحوارات على ما أظن الحوارات الأربعة ولا قبل الهاب الأربعة اللي هو لقى في الأربعة اللي هو عبد الوهاب الآنسي، سعيد نعمان، سلطان العتواني، وعبد والمرحوم الدكتور عبد الوهاب، الدكتور عبد الكريم الأورياني. هذه كانت وصلت إلى قواعد أساسية للنظام. أقع علي عبد الله صالح حرق، قال هذا بلوها شرب مالها ما فيش التصفير. جاء بعد ذلك، بعد هذا الحق النظام أربعة، جاء أعلن سلطان البركاني تصفير العداد، وهو نظرية تصفير العداد. إذا كل الوسائل عن طريق الإصلاح بالأدوات السلمية فشلت. قلع العداد فشلت كل الوسائل، ولهذا قام الحراك السياسي بقيادة اللقاء المشترك بعين الهبة الشعبية. وكان طبعا الأحزاب تتصرف بإصراف بتصرف السياسة، الإصلاح وليس إيش؟ وليس الثورة. الهبة الشعبية وصلت إلى منتهاها، جاءت رياح الثورة من تونس ومصر. مع كل هذه المقدمات خرج الشباب وتبعهم بعد ذلك الأحزاب وكل الشعب، وكان تعبير ثورة 11 فبراير تعبيرا صادقا عن كل الشعب، من ضمنهم قواعد الحزب الحاكم. ولهذا عجز الحزب الحاكم عن جر قواعد الحزب المؤتمر الشعبي لمصادمة الآخر، لأنه يعتبر قضيته هي اللي في الساحة وليس الذي في القصر. إذا ثورة 11 لها كان مقدمات، ومن ثم من الطبيعي أن تكون هناك ثورة مضادة. هذه الثورة المضادة بدأت من أول يوم بالساحة، بدأت من محاولة التفكيك. التفكيك أهم سلاح، لأنه تفكيك الخصم القوة أهم سلاح لضرب القوة. ولهذا بدأت من أول يوم، وكان طبعا محاولة التفريق بين الشباب والأحزاب ديدنا ومهمة، يعني ووسيلة مهمة بذلت فيها الأموال والأشخاص. ولهذا كان في قمة ثورة 11 فبراير هناك مقابلة في اليمن اليوم وفي إعلام المخلوع يتحدث عن ثورة الشباب وكيف سرقت. عاد ما مضى شهرين، عن شهرين، كأنه عن زاوية بيضة، ويتكلم علي عبد الله صالح عن عن كيف الأحزاب سرقت ثورة الشباب واستهبال. يعني هم أصحاب الشباب، هم مقدمة الثورة، هم جزء من الشعب. ولهذا يقول يعني أنا زعلان
لو كان الشباب انا راضي بسلم، بس الاحزاب سرقه ثروة الشباب. لا لا ما في سارق الا وهكذا. ايوه وهكذا حول حاولوا التفكيك بين الشباب وبين الاحزاب ثم بين القوى والاحزاب. اذا وسيله التفكيك كانت اهم وسيله. والحقيقه ان الثوره المضاده هي طبيعي رده فعل طبيعي، لانه هذا عمق وهذا حكم وهذا مصالح متشابكه، ولهذا لن ينام لن يسلم لك احد بلاش. هذه صراع طبيعي مع كل الثورات. الثورات المضاده مرتبطه مع كل الثورات الكبرى، حتى الثورات الكبرى في الغرب وفي فرنسا لها ثورات مضاده، ونجحت هذه الثورات المضاده بالوصول للحكم وحروب أهلية ثم عادت. إذا المسألة مسألة طبيعية، لأنك أنت بتقلع قيم وثقافة ومصالح متجذرة لها مئات السنين. فالاستعجال ليس من طبيعة الثورة الشعبية، وإنما الديمومة والاستمرار هي أهم سلاح من أسلحة الثورة الشعبية، إضافة إلى قتل اليأس والإحباط والتفرقة. إذا ثورة 11 فبراير هي ثورة أجيال وثورة روح معنوية كبيرة. الثورة المضادة لها وجوه، وجوه داخلية ووجوه خارجية. الوجوه الداخلية أهم وجهين من الوجوه الداخلية هو نظام عفاش اللي هي الدولة العميقة الذي بناها 30 سنة جيشا ومالا ومجتمعا وتفتيتا وكل شيء. والثاني جماعة الحوثي التي ليس هي جماعة من اليوم، وإنما جماعة أعمق من جماعة علي عبد الله صالح، لأنها جماعة إمامية مرتبطة بالسلالية، وهي كما قال الأستاذ جماعة حرب. جماعة حرب بعقيدة، عقيدتها الحرب. هذه الجماعتين أو الوجهين هي وجوه الثورة المضادة، إضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية كانت مساعدة ومؤيدة للثورة المضادة. كان الإقليم والعالم والقوى الدولية المندهشة أمام الثورة الشعبية والثورة الشعبية تسعى جاهدا إلى إفشال هذه الثورة بأي ثمن، ولا يوجد أسهل من دعم الدول والقوى والدول العميقة. ولهذا كانت هناك عوامل أو وجوه أدوات داخلية وأدوات خارجية. تجمعت هذه الأدوات الخارجية والداخلية حتى أوصلت الحوثي، جماعة الحوثي الذي مكث يحارب جماعة طلابية في دماج حوالي شهرين أو 4 أشهر، وكاد أن ينهزم، وكان في حالة ما استطاعش يدخل دماج أمام طلاب لا يعرفون السلاح، وإذا به بقدرة قادر يتحرك بحركة سريعة من دماج لا عمران لا صنعاء، والسلام عليكم، ثم اليمن كامل. إذا هناك ظروف، فعلا ظروف، أولا الجيش والدولة العميقة، الحصانة الذي جاءت أو التسوية الذي جاءت كانت أهم وسائل الثورة العميقة. عدم نقل السلطة كاملة، لم يسلم فعلا الرئيس عبد ربه إلا العلم، وهذه حقيقة. ولهذا وقع محاصرا في قصره ومعتقلا في قصره. ولهذا هذه كلها أدوات سياسية، أدوات شعبية. بعدها وصل قبل الانقلاب استغلت أو حولت التفكيك وتشويه والتحريض المستمر ضد الثورة وحكومة الثورة التي هي حكومة الوفاق. وكثيرا من أفراد وأطراف الثورة وناس الثورة بدأ التشويش والارتباك، بل للأسف الحديث عن التقاسم والحديث عن المكاسب. وهذه من أخطر عوامل تهديم الثورة، لأن الثورة ليست مكاسب وليست مناصب، الثورة قيم، الثورة دولة وأهداف. ولهذا من الأخطاء الاستراتيجية الدخول في قضية المكاسب والسلطة قبل التحقيق الكامل للأهداف. هناك الهدفين الأساسيين: إسقاط النظام وبناء الدولة. نحن ما زلنا في مرحلة إسقاط النظام. عندما نسقط النظام يجب أيضا أن نبحث عن خطوط موحدة لبناء الدولة، إن بناء الدولة أصعب. طبعا هناك وسائل كثيرة من وسائل الثورة المضادة، قلنا التفكيك، إرسال الحوثي أو وصول الحوثي إلى الساحة، مع أن الحوثي ليس جماعة شعب ثورة، لا يعترف بالأحزاب، وكما قال الأستاذ الأحزاب هي وسيلة أدوات بناء الدولة، ونحن يجب أن نقع في الفخ. ممكن أن ننتقد الأحزاب، ممكن أن نفعل كل شيء، ممكن أن نفعل أحزاب جديدة إذا في حياة مجتمع، لكن فكرة الأحزاب هي فكرة أرقى ما توصل إليه العالم في بناء الدولة، العقل البشري في بناء الدولة. ولهذا ليس من مصلحة أحد إضعاف الأحزاب الموجودة ولا تشويه الأحزاب الموجودة
ولا تحريض الأحزاب الموجودة، بل إصلاحها ونقدها وتقييمها وإنشاء أحزاب جديدة إذا وجدت الظروف ملائمة. إذا لابد أن نفعل، أن يكون هدفنا استراتيجي وكبير لبناء الدولة. هناك طبعا قلنا الحصانة، إعاقة انتقال الدولة، إفشال الحوار، التحريض على الثورة وحكومتها، ثم وصول إلى الانقلاب عن طريق علال حرب. الانقلاب هو قرأ على من؟ إن شاء الله على عبد الرب منصور هادي. الانقلاب قرأ على ثورة 11 فبراير وعلى مخرجاتها ونتائجها وعلى انتقال السلطة. هم خافوا، أرادوا أن يفسدوا الحوار عن طريق الأدوات السياسية. أيضا من نجاحات الكبيرة والجميلة للشعب اليمني وجود وثيقة الحوار الوطني. رغم كل ما قرا أو السرعة أو الملاحظات، فأن يخرج الشعب اليمني وجماعة والجماعات والكيانات المختلفة في الشعب اليمني بوثيقة بناء دولة اتحادية انتقالية تضمن عدم الاستبداد لأسرة أو فرد، هذا منجز كبير. ولهذا عندما خرجت يعني مخرجات الحوار الوطني وفيها دولة اتحادية وفيها ديمقراطية من صدق وفيها توزيع سلطة وفيها أقاليم جنة جنون الذين يريدون السلطة، أحدهم 40 سنة 30 سنة يبني مملكة الصالح. كان مملكة الصالح كم عباق إلا يومين يقولوا مملكة الصالحية، والشعب ومصلحة الشعب تقتضي أن ينتقل الحكم من جمهورية، ما في حاجة مستحيل ينتقل من جمهورية إلى مملكة، لأنه المحيط وحتى المحيط الموجود كله إيش؟ محيط الممالك. أيضا الدولة العميقة في الحوثيين الإماميين والسلاليين، هؤلاء طبعا اشتغلوا ويروا أن حقهم هذا حق إلهي، كما قال عبد الملك الحوثي قبل سنوات: نريد أن نستعيد الحق المسلوب، حق الإمام علي بأن يطالب المسلوب. إذا المسألة هذه عادية أعمق وفيها عقيدة وفيها حرب، ويعتبر الحرب عقيدة. لابد من السيف، ما فيش حكم عند الحوثي إلا بالسيف، حتى بين الإخوة بينهم من تغلب بالسيف هو الحاكم. إذا ما في حاجة اسمها ديمقراطية، ولا في حاجة اسمها شعب، ولا في حاجة اسمها حكم لسلالة، والسيف هو الحاكم. إذا هذه كلها طبعا كانت وسائل وأهم وسيلة الثورة المضادة، الانقلاب الذي تم. وطبعا مع الحديث عن لإفشال نجاحات ثورة 11 فبراير اللي قلنا إسقاط قوة المجتمع، إسقاط رأس النظام، انتخابات الرئاسية، مخرجات الحوار، الانتقال إلى مرحلة المقاومة. الانتقال إلى مرحلة المقاومة هو جزء من الثورة الشعبية. المقاومة مرحلة من مراحل الثورة الشعبية. حتى الثورات السلمية فيها جزء من الثورات الكفاح المسلح، كما فعل مانديلا. يعني لابد من مرحلة. طبعا هذه المرحلة المقاومة، لولا ثورة 11 فبراير لما وجد مقاومة. ليش؟ ايش معنى مقاومة؟ المقاومة عنها روح الناس، قوة الإنسان، الفرد، مسؤولية الفرد اللي ينتقل مسؤولية فردية أنانية مصلحة شخصية إلى الدفاع عن المصلحة العامة. ولهذا مثل الذي خرج يواجه الدبابة بصدره في الشارع، حمل السلاح وأصبح الناس الذين لا يحملون السلاح واللي كان يحتقروا ويستهزئ بهم أنهم أصحاب أقلام وأصحاب بنطلونات، وإذا بهم يتحولوا إلى وحوش وإلى قوة كبيرة يحملوا البندقية. طبعا مرحلة المقاومة الآن وصلنا إلى مرحلة مهمة، مرحلة يعني غاية في الحرجة. هذه المعركة الآن من فوائدها أنها في قيادة موحدة، والآن يشكل جيش. إذا إيش؟ هناك وحدة أدوات عسكرية، وحدة مقاومة. هذه الوحدة في المقاومة هي أدوات قوة للثورة، لمعركة المقاومة. ونقطة قوة لهذه المعركة، هناك طبعا مسارين، مسار وما زلنا في الثورة والثورة المضادة من البداية حتى الآن، في ثورة وثورة مضادة. والآن تحاك الثورة المضادة ضد المقاومة مثل ما حوكت الثورة المضادة ضد إيش؟ ضد ثورة 11 فبراير. عندنا مسارين، مسار التسوية، رجعنا للتسوية، مسار التسوية السياسية وإنقاذ الإنقلابيين، ومسار التحرير. هنا خطين يتسابقا. إذا رجحت معركة التحرير فإننا سنمضي لإزالة عروق وأدوات وجذور الإنقلاب، وإذا سننتقل إلى الهدف الآخر.
أما مسار التسوية فهو الهدف منه طبعاً إنقاذ ما تبقى وإبقاء الإنقلابيين والحوثيين من أجل توازن القوى أو حتى لا يستقر الوطن، لأن هناك أهداف قوى دولية ولها مصالح ألا تستقر هذه الشعوب بشعوب قوية ودولة قوية. إذن في معركة أو في الثورة المضادة ما زالت المعركة قائمة مع اختلاف الظروف. طبعاً في المقاومة اختلفت الظروف الإقليمية، هناك اختلاف ظروف إقليمية ساعدت المقاومة أيضاً على الحركة، مثل ما كان هناك ظروف إقليمية أيضاً ساعدت إيش الحوثي على الانقلاب. الأمور والسياسة هي الظرف كما يقال، السياسة هي الظرف، ظرف إقليمي ودولي. إذن هذه الظروف كلها الآن لصالح المقاومة لصالح الشعب، لكن على الشعب أن يؤمن أن معركته طويلة وأنه يجب عليه أن يعرف أنه منتصر. شرط أن تبقى الثورة قيمة ومدفقة مثل النهر الذي يتدفق الذي يصعب إزالته. النهر المدفق أنا أقول دائما الثورة هي نهر مدفق، ولهذا عندما يكون في نهر مدفق في ينابيع تتدفق فإنه لا يمكن إيقاف هذا النهر. صح يعمل حاجز يعمل شدود يقف يوم يومين سنة سنتين، لكن طالما وهناك تدفق من المنبع فإن سنتجاوز السد والسدين والسدود، وآخرا سينفرق وسيصل هذا النهر المبارك يلقيعان والوديان والنفوس لتولد دولة حقيقية فيها كل الخير والسنابل والصلاح. ودور الأحزاب السياسية أيضا وما قدمته في الثورة، أبعاد التأثير الإقليمي والدولي أيضا على الثورة، وتحديدا ما قبل التسوية، الرؤية الإقليمية والدولية للمسار الثوري، الأدوار الدبلوماسية تجاه الثورة، التوقعات لمآلات الوضع الداخلي في أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وتأثيراته على الاستقرار وتماسك الوضع الهش الذي وصلت إليه الدولة، عوامل القوة والضعف التي رافقت التقديرات السابقة، تقارب النخب السياسية مع الرؤية الإقليمية الدولية، وإلى أي حد كان الشباب يعني ضمن ما يسمى بهذه التقاربات، مستوى حضور الشباب أيضا والجماهير الساحات في المقاربة مع مسار العملية السياسية، وإلى أي حد استطاع الثوار والثورة وضع الضمانات لتحقيق أهداف الثورة. محصلة الاندماج في عملية التسوية ومجريات أيضا التحول، مرحلة التسوية، الفترة الانتقالية، المبادرة كإطار مرجعي لمرجعية التسوية، الحوار الوطني والعدالة الانتقالية وشكل الدولة والدستور، وأيضا من الثورة السلمية إلى الثورة المسلحة. نظرة الشباب تجاه الثورة المضادة، الشباب وخيارات مواجهات قوة الانقلاب، دفاعا على الدولة الوطنية، دفاعا على الثورة، مستقبل الشباب ما بعد الانقلاب واستعادة الدولة الوطنية. عموما هذه كان محصلة الورقة التي طرحتها، ونحن نتحدث على الساحة كأحد عوامل الثورة، ونقول بأنه عندما انتهج الشباب خيار الثورة السلمية يعني كانت الساحة هي أحد عوامل قوة هذه الثورة التي قادها الشباب، ولأن الشباب أيضا يعني انتهجوا خيار الثورة لم يكن أمامهم إلا أن ينطلقوا وفقا لوعيهم الثوري والسياسي وإدارة كيفية إدارة ثورتهم في فبراير. ولهذا نحن نعد كشباب نعد الساحات ودور الساحات وقوة يعني واستمرارية الثورة، يعني انطلقت بوجود وتشكيل هذه الساحات في المحافظات والمدن اليمنية، ولهذا يعني يبدو أنه
كان جزء من حفاظ سلمية الثورة ومن حفاظ أيضا ومن استمرارية الثورة هو يعني التشكيل الساحات وحضور الجماهيري، وعززت أيضا هذه الساحات ما يسمى بالحضور الجماهيري، و يعني أيضا وجودهم وتوسع دورهم داخل هذه الساحات. ونعتقد بأنه دور الأحزاب السياسية اليمنية في الثورة من محور أيضا، أو بمعنى يعني انضمامهم إلى الثورة وفقا لما بدأت في الثورة، باعتبار أن الشباب عندما انطلقوا للثورة 11 فبراير لم ينطلقوا وفقا لمرجعياتهم السياسية ولا وفقا لخلفياتهم السياسية، وإنما كانت بفعل جماهيري ثوري انطلق بهذه الثورة وبهذه العفوية التي لم تعتمد على أي خلفيات.